أكد المشاركون في المنتدى الحضري العالمي أنه يجرى استهداف تعميم تجربة الإسكان الأخضر على المشروعات السكنية لمحدود الدخل، حيث جار تنفيذ نحو 25 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الأخضر. هذا وشاركت مؤسسة حياة كريمة في المعرض الخاص بالمنتدى لعرض إنجازاتها في تطوير قرى الريف المصري في إطار المبادرة الرئاسية. كانت عندنا جلسة خاصة بالإسكان الأخضر المستدام، وده محور جديد احنا بدأنا فيه من 2020، بحيث ان احنا برضو الوحدات اللي بننفذها تكون صديقة للبيئة، تستخدم مواد صديقة للبيئة، الطاقة اللي بتولد منها تكون يعني اكتر راحة للمستفيدين، يكون في وفر فواتير الطاقة للمستفيدين، في راحة حرارية جوه المسكن، يعني درجة الحرارة مناسبة، ما نحتاجش أجهزة التكييف طول السنة أو أجهزة التدفئة. كنا بنتكلم عن يعني المواصفات المختلفة للمشروع الأخضر اللي احنا بنعمله، اللي احنا إن شاء الله بصدد طرحه للمستفيدين قريبا، اللي هو في مراحل التنفيذ. الحقيقة يعني احنا شاركنا في جلسات مختلفة، وبما ان مؤسسة حياة كريمة كمان يعني ده تزامنا باحتفال المؤسسة بمرور 5 سنين على يعني إنشائها في 2019، ويعني زي ما بنقول احنا حققنا إنجازات كتيرة في ملفات مختلفة. الحقيقة يعني احنا كمان بنشتغل في الكرة الأكثر احتياجا، ونشتغل في المناطق البديلة للعشوائيات، فده كمان السبب اللي خلينا متواجدين النهاردة ببوست لمؤسسة حياة كريمة هنا في المعرض الخاص بالمنتدى.